ليون تور الدور الفرنسي الدرجة الأولى الجولة 27 وإن شاء الله وين هدف من بابي الذي سجل بيبا الذي سجل بيبا الذي سجل الهدف الأول لصالح لوريون في الدقيقة الثامنة. يعني وين كانت مباراة حسب المستوى تاع اللاعبين حسب المستوى تاع الأندية في زوج يعني لوريون وتور يعني وين شأنا وين يعانون في وسط الترتيب. يعني وين كانت نقولوا باللي المباراة كانت متكافئة 50% 50% نسبة استحواذ 445 تمريرة لوريون تور يعني وين 396 تمريرة. يعني وين نقولوا باللي تور اللي دخل بخطه 3 4 2 1 يعني وين كذلك لوريون اللي دخل بخطه 4 1 4 1 يعني كانت خطه تكتيكيه ما بين مدربين شأنها فيرتو يعني مانوي الذي وين الجور شأن منتصر الطالبي شأن لو جوب يعني وين لو بريس يعني وين لوريان جيان انزو رومان في فار و يعني نقولوا باللي نقولوا باللي وين شأنها وين تور يعني عبدو كونتي عادل رامي ايراك يون يعني واندرسون شأنها كيفاش روني وويلسون ورونو يعني وين شأنها ايرياك يعني وين نقولوا تيرون بادي الذي دخلوا في الشوط الثاني لكن بدون جدوى امام يعني وين نقولوا باللي امام نادي لوريو يعني بمنتصر الطالبي في لونشوف يعني وايجور سيلفا فيرتو مانوني الحارس الذي لعب دور كبير في النتيجه هذه النتيجه اللي كانت في صالح لوريو. هذه هي الجوله 27 دور الفرنسي الدرجه الاولى لوريو تور. ما تنساوش عطونا جيم كومنتير و بارطاجونا لي فيديو و ان شاء الله دايما معكم بالجديد و ماشي ابوني معنا و ربي يحفظكم خاوتي و صحيتكم.